السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا اخوان اشرح لكم طريقة التسجيل في لعبة فورتنايت على الايفون. طبعا هذه اللعبة ما تفتح الا ان يكون جهازك الايفون من 6 اس واعلى، اما من 6 اس واقل ما راح تفتح معك. انا جهازي 6 عادي ما راح تفتح معي اللعبة، ولكن اشرح لكم طريقة التسجيل بهذه اللعبة. طبعا اتمنى منكم قبل ابدا بشرح اتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. ندخل على هذا الرابط، طبعا الرابط احطه لكم بالديسكريبشن اسفل الفيديو. يقول لك هنا انواع اجهزه الايفون اللي تشتغل فيها اللعبه، يعني تفتح فيها اللعبه 6 اس واعلى، 6 7 8 اكس هذه كلها تشتغل، اما 6 عادي واقل ما راح تشتغل معك اللعبه. بعد ما تدخل على هذا الرابط، طبعا لازم يكون جهازك اصدار اي او اس 11، إذا أقل من كذا ما راح تفتح معك اللعبة. بعد ما يفتح معك الرابط نضغط على هذا الخيار من هنا وتفتح لك صفحة ثانية. يقول لك هنا إذا كنت مسجل، إذا عندك حساب قديم وكذا أو في بلاي ستيشن اضغط على يس. أنا ما عندي حساب أبغى أسجل من جديد، اضغط على نو من هنا وتفتح لك صفحة ثانية. يقول لك هنا إذا عندك حساب بالفيسبوك أو جوجل بلس اضغط هنا. انا ما عندي حساب ابغى اسجل من جديد. هنا تختار الدولة، هنا تختار الاسم الاول. انا اكتب لكم اي شيء زي ما عودتكم، اختصر عليكم الوقت بقدر الاستطاعة. هنا الاسم الثاني، هنا الاسم الاول، هنا الاسم الثاني، هنا اليوزر نيم يعني اسم خاص فيك للعرض، ابكتب اي شيء. هنا الايميل، طبعا لازم يكون ايميل حقيقي. هنا تسجل الباسورد، طبعا الباسورد لازم يكون يعني اقل حاجة من 7، يعني المجموع 7 ارقام واحرف، طبعا حروف عربية ما يقبل. ابغى اسجل اي شيء، هنا تسجل اي رقم راح يقبل معك خلاص، لان تعديت المجموع تعدى 7. من هنا توافق على الشروط، وبعد كذا نضغط على هذا الخيار من هنا. تنتظر شوي يقول لك خلاص، يقول لك حفظ كلمة السر على المتصفح، نقول له ليس الآن. وبكذا انت سجلت بهذه اللعبة. مجرد ما ترجع للتطبيق نفسه تسجل الايميل وكلمة السر راح تفتح معك على طول ان شاء الله. اي سؤال او استفسار انا دائما وابدا بالخدمة. اشكركم على المتابعة وفمان الله.